بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي في قناتكم وبيتكم الكبير قناة النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله هيكون لقاء الأهلي وسموحة. النهاردة ماتش مهم جدا 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 للنادي الأهلي كعادة مباراة النادي الأهلي، وإن شاء الله يستعيد نغمة الانتصارات مرة أخرى ويعود المارد الأحمر بقوة. وإن شاء الله هنتكلم فنيا كتير في مباراة النهاردة مع ضيوفنا الكبار بإذن الله. لكن قبل ما أروح للمباراة عايز أتكلم في موضوع، هو مش موضوع واحد، يعني هو أكتر من موضوع، يمكن بيثار على الساحة ناس بتخاف قوي قوي من عودة النادي الأهلي للدوري. يعني احنا عارفين ان عودة النادي الأهلي للدوري بيخوف، صح؟ لكن ما كناش فاكرين انه بيخوف قوي كده، بيخوف ناس بطريقة يعني صعبة قوي. تسمع إشاعات وتسمع كلام مش كبير بقى، كلام فيه مش لو في اكتر من اشاعات اقدر اقول لك هي مقصود ايه منها. مقصود منها انه يوقف مسيرتك، مقصود منها انه يؤثر على جمهورك، مقصود منها انه يؤثر على لعيبتك، مقصود منها انه يهز الاستقرار اللي موجود في النادي. انا بشوف مثلا قناه بتاعه نادي منافس، اعتقد حضراتكم كلكم بتشوفوا احيانا ان القناه دي شغلها الشاغل النادي الأهلي بس، يعني بيتكلم عن النادي الأهلي أكتر ما بيتكلم عن النادي بتاعه اللي القناة باسمه من غير أي داعي، يعني يحط جملة فيها النادي الأهلي بدون أي داعي. مرة يقول لك إيه الفرقة بتكسب وماشية في أفريقيا، فبيقول لك إيه إن في عروض جاية لبعض اللعيبة في النادي الأهلي وعايزين يمشوا. جيب لك واحد بقى ورا التاني، مره يقول لك ايه ديانج، مره يقول لك قفشه، مره يقول لك الشناوي، بعدين يقول لك السوليه، وعايز يبتدي يهد في التيم واحده واحده. ويقول لك ايه كمان، ده بيقولوا ايه ان هم كمان اتفقوا معاهم وان هم عندهم الرغبه ان يسيبوا النادي الاهلي ويروحوا النادي ده. احنا لسه خلي بالكم، احنا لسه بنتكلم فين؟ بنتكلم النادي الاهلي راجع من افريقيا ولسه قدامه لسه ماتشات دوري. ما احنا بناخد كل خطوه بخطوتها، كل ماتش بماتشه. عندنا ماتش في افريقيا يبقى بنركز في الماتش ده على بطوله افريقيا، عندنا ماتش في الدوري يبقى بنركز في الدوري، بنركز في الماتش ده. ودايما تلاقي الكلام ده، دايما تلاقي الكلام ده قبل الماتشات المهمه او بعد الماتشات المهمه، مره عشان يشتت اللعيبه، ومره تانية يقول لك ايه ان النادي الاهلي رفض تجديد عقد اللعيبه اللي عقودها هتنتهي الموسم اللي جاي. على فكره النادي الاهلي عنده ميزه هايله من زمان جدا الكلام ده، قبل ما مثلا العقد بتاع اللعيب بينتهي بسنتين ثلاثه النادي الاهلي بيجدد له. دي معروفه، يعني النادي الاهلي لو عايز اللعيب ده واللعيب ده ماشي كويس، النادي الاهلي بيجي قبليها بسنتين بيقول له هنجدد لك العقد بتاعك. ما بنستناش لاخر لحظه زي ناس ثانيه، ما بنستناش لاخر لحظه ونقول ايه والنبي لو سمحتوا بس كل واحد يتبرع وكل واحد مش عارف اصل مين ماشي فعايزين نلمله نعمل حصاله. طب شهادات استثمار، مفيش الكلام ده في النادي الاهلي. واللي مش عايزنا بنقوله اتفضل الباب يفوت جمل، مش عايزينك انت. النادي مش هيقف على اي لعيب، وعلاقه النادي الاهلي مع كل اللعيبه علاقه لحد حتى اللي بيسيبوا النادي الاهلي العلاقه بينهم من بعض بتسودها الاحترام حتى بعد كده. يعني خليني اقول لكم حاجه، ان اي لعيب بيسيب النادي الاهلي برغبته النادي الاهلي بيقول له اتفضل. اللعيب ده بيجي وقت من الاوقات نفسه يرجع تاني النادي الاهلي، نفسه يرجع تاني النادي الاهلي، يتمنى ان هو يختم حياته في النادي الاهلي. حصلت كتير جدا وانتوا عارفين، يعني حضراتكم عارفين، ومش لازم نجيب اسماء، في ناس مشيت ونفسها ترجع تاني النادي الاهلي، وفي ناس بطلت بره وكان نفسها ترجع النادي الاهلي يوم واحد بس.